الشعوبية وسط أجواء يسودها الالتزام والتعبئة والاحتكام لصناديق الاقتراع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بكل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية برسم الانتخابات التشريعية التي عاشتها بلادنا مساء أمس لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج هذا الاستحقاق بفوزه ب 98 مقعدا برسم الدوائر الانتخابية الوطنية و 27 مقعدا برسم النتائج المؤقتة للدائرة الانتخابية الوطنية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية والثالثة لحزب الاستقلال. تقرير السالك الزبير. نتائج الدوائر الانتخابية المحلية المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت وتتوزع على النحو التالي: حزب العدالة والتنمية 98 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 81 مقعدا، حزب الاستقلال 35 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 28 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 20 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوري 15 مقعدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدان، حزب الوحدة والديمقراطية مقعد وحيد، حزب اليسار الأخضر المغربي مقعد وحيد. أما فيما يتعلق بالدائرة الانتخابية الوطنية فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي كما يلي: حزب العدالة والتنمية 27 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 21 مقعدا، حزب الاستقلال 11 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 9 مقاعد، حزب الحركة الشعبية 7 مقاعد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 6 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية 5 مقاعد، حزب الاتحاد الدستوري 4 مقاعد. وينبغي الإشارة إلى أن النتائج الخاصة بالدائرة الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء طبقا للمقتضيات الوطنية الجاري بها العمل. وكان وزير الداخلية قد أعلن اليوم السبت أن عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة إلى كل الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي ليوم أمس الجمعة أفرزت نتائجا أولية شهدت تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة فحزب الاستقلال. لنتابع جانبا من الندوة الصحفية التي حضرها كذلك الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أدريس. حضرات السيدات والسادة، مرت مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب في أجواء مجملها إيجابية عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مر أيام الحملة الانتخابية. هذه الدينامية عكسها بوضوح الحملة الانتخابية المكثفة وعدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب السياسية ومرشحوها والتي ناهزت تقريبا 13,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1,000,000 مشارك، أي بمعدل 77,000 مشارك في كل يوم. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 530,000 مشارك متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 280,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات
مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك وموازاة لذلك، فإن وزارة الداخلية ومصالح الترابية استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد على أن الإدارة يجب أن تبقى على نفس المسافة بين جميع المرشحين. حضرات السيدات والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة هذا اليوم أو البارحة إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي المرشحين. وفي هذا السياق، فإن النتائج المعلنة عنها على صعيد مكاتب التصويت تبين أن نسبة المشاركة خلال الاقتراع 7 أكتوبر بلغت تقريباً 43%، بمشاركة 6,750,000 ناخب وناخبة. أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية، وعددها 92 كما تعلمون، على النتائج المؤقتة التالية. لما أقول مؤقتة أي بعد فرز تقريب أكثر من 90% من الأصوات. النتائج هي كما يلي: في المقدمة حزب الأسرى العدالة والتنمية ب 99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 31 مقعدا، حزب التجمع الوطني الأحرار 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، حزب التقدم الاشتراكية 7 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، باقي الأحزاب مقعدين. وبهذه المناسبة لا بد أن نهنئ بلادنا على حسن سير الديمقراطية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما أهنئ حزب العدالة والتنمية على تصدره للانتخابات التشريعية بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها خاصة لوزارة الداخلية بصفة مستمرة طيلة العملية الانتخابية، ربما لأن هذا الحزب ما زال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة وعلى رأسها صاحب الجلالة لجعل الممارسة الديمقراطية واقعاً متجدراً وخياراً استراتيجياً لا رجعة فيه. وربما كذلك هذا ما دعا هذا الحزب إلى الإعلان عن جزئياً عن بعض نتائج الانتخابات، ربما عندوش ثقة في وزارة الداخلية، والحمد لله وزارة الداخلية مرة أخرى برهنت على أنها ملي كيكون رهان مهم راه كتوقف وكتطبق التعليمات ديال جلالة الملك كما دائما كيعطيها لنا، وهي الحياد التام والشفافية، لأن هذا اللي كيشعل بلادنا تبقى دائما في مقدمة البلدان اللي كتفتخر بالديمقراطية ديالها وكتفتخر بالدينامية ديال الأحزاب السياسية ديالها.
كما أعلن والي جهة العيون الساقية الحمراء في ساعة متأخرة من ليلة أمس النتائج الخاصة بدائرة العيون، والتي أسفرت عن فوز كل من مولاي حمدي ولي الرشيد عن حزب الاستقلال وسيدي محمد سالم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وإبراهيم الضعيف عن حزب العدالة والتنمية، فازوا بالمقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة العيون. عدد الناخبين بإقليم العيون هو 129,910 ناخبة وناخب. الأصوات المعبر عنها هو 66,782. 66,782. تصدر هذه النتائج حزب الاستقلال 26,821 صوت، وحزب الأصالة والمعاصرة في الدرجة الثانية 21,572، وحزب العدالة والتنمية 8,409 أصوات. إذن هذه هي النتائج النهائية بالنسبة لهذه الدائرة اللي في إقليم العيون. أؤكد بأن هذه الانتخابات مرت في جو يسوده الهدوء والانضباط في إطار تبارز بين المتنافسين بأسلوب راقي وديمقراطي. نهنئ ساكنة الأقاليم الجنوبية وبالخصوص جهة العيون الساقية الحمراء على تجاوبهم مع هذا الاستحقاق الوطني في هذا اليوم المشهود، إذ حققت نسبة المشاركة 57.21، مما وهو يشكل رقم له أكثر من دلالة. وكما أشار إلى ذلك والي جهة العيون الساقية الحمراء، فقد فاز إذن بالمقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة لدائرة العيون خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الجمعة بمختلف جهات المملكة، كل من حزب الاستقلال متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب العدالة والتنمية. في المتابعة محمد الترزي وعبد الله المحمودي. 7 أكتوبر 2016 دخلت فيها مدينة العيون كباقي أقاليم المملكة تنافسا بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية. من بين 19 لائحة كانت من أبرز اللوائح التي حضرت بقوة لائحة حزب الاستقلال التي استحوذت لوحدها على 26,821 صوتا من مجمل الأصوات المعبر عنها، والبالغ عددها بدائرة العيون أكثر من 66,700 صوت. ضامنا بذلك وكيل لائحة الاستقلال السيد مولاي حمدي ود الرشيد مقعده بقبة النواب. اسم بارز آخر ضمن مقعدا بنفس القبة ممثل حزب الأصالة والمعاصرة السيد سيد محمد سالم الجماني، والذي حصل على 21,579 صوتا، بينما المقعد الثالث بدائرة العيون فكان من نصيب وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية السيد إبراهيم الضعيف، والذي كانت 8,409 أصوات كافية له ليضمن مقعدا بمجلس النواب. هذا وتعتبر من بين أبرز الأحزاب التي لم يحالفها الحظ في انتخابات 7 أكتوبر على مستوى العيون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كان يتصدر لائحته السيد حسان الدرهم، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي ضم في رأس لائحته السيد الشاب محمد بوتبعة. وبالعودة للأحزاب الفائزة بدائرة العيون وتفاصيل ممثليها، وكيل لائحة حزب الاستقلال السيد مولاي حمدي ود الرشيد المزداد بالعيون 45,900 مجاز في القانون العام وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال، وهو أب لثلاث أبناء ورئيس لمجلس بلدية العيون وكذا جمعية منتخبي الساقية الحمراء ووادي الذهب، بالإضافة إلى كونه رجل أعمال. ممثل حزب الأصالة والمعاصرة
السيد محمد سالم الجمواني المزداد سنة 1953 الدبلوم الثانوي، وهو أب لثماني أبناء ورجل أعمال ناشط في قضايا عدة مرتبطة بالصيد البحري والنقل. وعودنا الساكنة عن البرنامج اللي حطينا أمامنا في هذا الحزب الأصالة والمعاصرة، عنا له نبذل مجهود من أجل تطبيق، ونبذل مجهود عنا إن شاء الله وله ندافع عنه إليه يكون دائما تكون عندنا أي مشروع نحقه منه حصة الأسد لهذه الساكنة. وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية السيد إبراهيم الضعيف مزداد سنة 67 وهو أب لأربعة أبناء، مهندس دولة في الاقتصاد الزراعي وحاصل على دبلوم دولي في التخطيط الفلاحي بفرنسا وحاصل على الإجازة في الحقوق. تقلد منصب مدير إقليمي للفلاحة بالعيون سابقا ورئيس مكتب الدراسات بوزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط. نحن نمثل ساكنة إقليم العيون وسنحاول إن شاء الله أن نكون أحسن ممثلين لهذه الساكنة، ومشاكلها ننصت إليها عن قرب، ولا بد من إشراك هذه الساكنة، لأن إشراك الساكنة هو الضمانة الأولى لنجاح البرلماني في عمل البرلمان. ثلاثة مقاعد إذن حددت أسماء الأحزاب الفائزة بها على مستوى دائرة العيون والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 57.21%، نسبة تبين مدى طموح المواطن بهذا الإقليم إلى التنمية والتطور ضمن مسار ديمقراطي. وبخصوص المشاركة المكثفة للصحراويين في الانتخابات التشريعية والتي عادة ما تسجل أعلى نسب مشاركة مقارنة بباقي مناطق المملكة، نريد بعض التصريحات حول هذا الموضوع. نحن ما شاهدناه بالأمس هي الديمقراطية الحقيقة اللي عبرت فيها ساكنة الأقاليم الجنوبية بكل ديمقراطية وبكل شفافية عن اختيار ممثلينها الحقيقيين، ونسبة كذلك المشاركة المرتفعة في الأقاليم الجنوبية وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء اللي تعكس الوعي التام لدى المواطنين ووعيهم كذلك بممثلينهم. ونهنئ جميع الفائزين في هذه الانتخابات في الأقاليم الجنوبية على الثقة اللي حصلوا عليها من طرف المواطنين وساكنة الأقاليم الجنوبية اللي عبرت عن طريق صناديق الاقتراع طريقة ديمقراطية وليست بلغة السلاح وليست بلغة الرصاص كما هو الحال في الضفة الثانية. الناس في مخيمات التندوف مقلوب على أمرها ولا تختار ممثليها بطريقة ديمقراطية. هذو الناس اللي طالعين في البرلمان اللي هو يامس هم الممثلين الحقيقيين ديال الأقاليم الجنوبية، هم الحقيقيين وهم اللي عندهم حق يمثلوا الساكنة، لأن جايين من صناديق الاقتراع ولا أحد يقدر يمثل السكان إلا أحد جاي من باثق من صناديق الاقتراع. وهني كل من حصل على ثقة المواطنين ليكون هذه الثقة هي اللي تعطي الشرعية لكل منتخب، سواء ما كان لا بالنسبة للانتخابات الجماعية وبصفة خاصة بالنسبة للانتخابات التشريعية، ليكون المشرع هو الذي يشرع من طبيعة الحال جميع القوانين وهو المشرف والمسؤول عن هذه القوانين، وبالتالي من هون أولا يخذ هو مصداقيته ويخذ كذلك مكانته من خلال هذه الصك الذي حصل عليه من طرف المواطنين، ومن طبيعة الحال هو الممثل الشرعي والقانوني لهذه الساكنة بقطع النظر عن أين توجد هذه الساكنة أو كم عددها. احنا الحمد لله مشينا وصوتنا بكل ارتياحية وعبرنا عن أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لنا، وكذلك تطلعاتنا بالناس اللي صوتنا عليهم وضعتنا ثقتنا فيهم بكل 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 وضوح. احنا نتمنى من هؤلاء الناس على انهم يحققوا مطالب الساكنة ويتجندوا جميعا من اجل العمل سويا الى تحقيق المطالب ديال الساكنة وديال المنطقة بشكل عام. وهؤلاء الناس اللي خسرناهم هم اللي نعتبرهم نحن يمثلونا في اطار تعبير عن ارائنا وعن طموحاتنا بشكل عام، ما واحد ثاني.
هو احنا نأكدوا على ان هذو الناس اللي اخترناهم كصوت لنا كشعب عنهم مثلينهم يمثلونا كصحراويين وكساكنة للمنطقة، وعندنا انتظارات منهم كبيرة في إحياء المنطقة ويتكلموا لنا عنها بأمورها كاملة الشاملة ما سياسيا اقتصاديا وتنمويا، ونتمنى منهم عنهم يعودوا اللسان الصحيح الناطق بصفة عامة عن الأمور بدون استثناء، وعن أمورنا احنا كتنموية بالجهة. أيضا نتمنى عنهم يقومون بما يمليه عليه ضميرهم بالنسبة للساكنة الصحراوية اللي أعطتهم كلمتها وشاركتهم فرحتهم بنجاحهم وقامت باختيارهم من دون مجموعة من الأشخاص كلسان ناطق باسمها. احنا كساكن جيت وعد ذهب القويرة الممثلين الشرعيين عاقدين آمال كبيرة عليهم في تحقيق مجموعة من المطالب والطموحات الساكنة اللي نتمنى عنهم يأخذوها بعين الاعتبار وبمصداقية ويفعلوها، ياك يعود عندهم هذا الصوت اللي ضع الناخب ثقته فيهم يعود إن شاء الله على أحسن وجه. الحمد لله الانتخابات اللي تخطات الحمد لله 7 أكتوبر فزت الحمد لله فئة من الساكنة اللي تمثل الساكنة على صعيد الجهة داخل واد دهب، ونتمنى هم الممثلين الشرعيين لهذه الجهة، ونتمنى إن شاء الله يعودوا ظل على الساكنة ويحلوا جميع المشاكل اللي تعينها الساكنة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. بالفعل على أن محطة 7 أكتوبر اقتراع 7 أكتوبر شكل محطة مهمة من أجل انتخاب البرلمانيين الذين يمثلون الساكنة المحلية للأقاليم الجنوبية، وتمثيلية الساكنة تقتضي إرادة قوية من جميع المواطنين تمثلت في انتخاب هذه المجموعة التي أصبحت تتمتع بالشرعية الدستورية والشرعية القانونية الكفيلة بإعطائهم الفرصة الحقيقية للتمثيل الشرعي لهذه الساكنة. الحمد لله اليوم تمت انتخابات 7 أكتوبر تشريعية في جو من الشفافية، وطلعت نخب جديدة اللي هي اللي تمثل الساكنة الصحراوية ساكنة جهة الداخلة بكل مصداقية وبكل مصداقية، وهي اللي عندها الشرعية باش تمثلنا وتلحق صوتنا. المجموعة اللي فازت وهما كيمثلوا ساكنة المنطقة وساكنة ابناء الصحراء وساكنة ابناء الداخلة، ولا يمثلون جهة من جهات أخرى التي يتكلموا عن الانفصاليين بأي طريقة، واللي كان طالبوا منه هو الوقوف بجانب هذه المشاريع التي تجنجلت الملك لتنمية هذه المنطقة وازدهارها، والوقوف بجانبها والدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تحت قيادة السامية. هكذا إذن، وبفارق مريح يحقق المصباح النجاح في استحقاقات لم تعرف توقعات. 30 حزبا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب بالبرلمان دون ما تدخل من طرف أو جهة، فكانت الكلمة للمواطن عبر الصناديق بشكل حاك فيه المغرب ديمقراطيات الغرب. دوى الصوت إذن في الصحراء لانتخاب أجهزة تمثيلية تقودها بكل حرية عبر الصناديق. هكذا اختار الصحراويون من يمثلهم في مشهد فند ادعاءات سياسية سبقت الحملة الانتخابية. تقرير فتح الأمين. قاطع بأن المغرب على خارطة الدول الآمنة في منطقة شمال أفريقيا المضطربة، دليل قاطع بأن المغرب يتابع السير في الخط الإصلاحي الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس. 30 حزبا يتنافسون على مقاعد القبة البرلمانية دون تدخل من جهة أو طرف. جلالة الملك في خطاب رسمي بمناسبة عيد العرش على مسافة واحدة من الجميع ومن جميع الأحزاب والمغاربة، والمغرب حزب جلالته الوحيد، فكانت الرسالة سلسة واضحة مستصاغة، ما جعل الأحزاب أمام لغة أرقام لا شعارات، وهي لم تعد تنطلي حتى على المواطن البسيط.
الرقم بديل للشعار، ركيزة أسس لها دستور 2011 الذي أقره المواطن في استفتاء شعبي، فكان حافزا لرفع مستوى الأداء الحزبي، ما جعل مختلف الأحزاب تسعى لأن تكون في مستوى التطورات السياسية التي يشهدها المغرب، بلد يقبل بكل التلاوين السياسية، الأمر الذي عكسته الحملة الانتخابية. وجود تيارات سياسية مختلفة في بلد واحد طرحت برامجها الحزبية بكل حرية، أمر لم يكن ليكون دون الاستقرار السياسي والأمني الذي أمنه جلالة الملك بمجموعة من الإصلاحات، إصلاحات وجد بها المغرب مكانه في محيطه والعالم، بلد وقف الند للند لبلدان تذبذبت سياساتها فيما يتعلق بوحدة المملكة، ولا مع محيط يعيش في حالة من الضياع على غير صعيد وفي أكثر من مكان. استحقاقات أكتوبر فندت ادعاءات استبقت الحملة الانتخابية وتكهنت بما لا يخدم إلا مصلحتها قيادة. جبهة بوليساريو قبيل الانتخابات تتحرك على أكثر من صعيد بدعم جزائري مكشوف دون أكل، والدافع توجس من النتيجة، نتيجة انتخابات 7 أكتوبر 57.21% فقط بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث لم يختل الميزان فثبت عدلا محققا تمثيلية شرعية للصحراويين كان للمواطن الفيصل فيها. عبر صناديق الاقتراع وعبرها مرة أخرى المصباح ينير فتيله العديد من الجهات بفارق مريح عن الجرار الذي حصد بدوره نتيجة مريحة، 125 من أصل 395 مقعدا للعدالة والتنمية، نتيجة لم تدع مجالا للشك في نزاهة الاقتراع. أما بإقليم طرفايا فقد أفرزت الانتخابات التي جرت يوم أمس فوز كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بالمقعدين المخصصين للإقليم، ورقة تعريفية عن الفائزين مع محمد لمين القارع وعبد الله المحمودي. ب 2644 صوتا حصل حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم طرفايا على المقعد الأول، وحازه السيد عبد الله البيلات المزداد سنة 1977 وهو متزوج حاصل على شهادات في التدبير والتسيير، كما أنه رجل أعمال يستثمر في عدة قطاعات كالفلاحة والصيد البحري. نشكر ساكنة إقليم الطرفاية جعلت فينا الثقة في هذا المجلس البرلمان، فوزنا برهن رغبة الساكنة في التغيير، نور إن شاء الله نمشي لقدام بالتطور بالازدهار بإقليم الطرفاية بساكنة إقليم الطرفاية بكل، ونتمنى التوفيق للجميع. أما المقعد الثاني المخصص لإقليم الطرفاية حصل عليه حزب العدالة والتنمية ب 2229 صوتا في شخص السيد علي الرزمة المزداد سنة 1943 وهو أب لخمسة أبناء حاصل على إجازة تخصص التجارة، كما أنه رجل أعمال له مجموعة من الاستثمارات في ميادين مختلفة كالصناعة والنقل والسياحة. أولا أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ ساكنة إقليم طرفاية وأشكرهم على هذه الثقة التي وضعها في، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله، وكذلك يجب علينا جميعا كما غالبا نفتخر في هذه المحطة اللي كانت محطة مهمة جدا، ألا هو أبان الشعب المغربي بصفة عامة من شماله إلى جنوبه عن وعيه السياسي، ويجب على أبناء الجنوب أن يفتخروا، وهذا نضعه كرسالة لمن يشكك في على أن أهل الصحراء لا يمثلون، لا يمثلون، بالعكس نحن موجودين ونمثل ولله الحمد ونعمل ونفتخر. اقتراع هو الثاني في ظل دستور الفاتح من يوليوز 2011 والذي مر في أجواء شفافة ونزيهة، انتخابات تقطع بها البلاد شوطا آخر في المسار الديمقراطي.
حسم إذن السباق الانتخابي لتشريعات السابع أكتوبر وسط أجواء يسودها الالتزام والتعبئة والاحتكام لصناديق الاقتراع، صناديق أفرزت تمثيلية نيابية عن دائرة سمارة تقدمها وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة مولاي الزبير حبدي في المقعد الأول، متبوعا بوكيل لائحة الاستقلال سيدي حماد الشيقر، ورقة تعريفية عن النائبين البرلمانيين مع السالك رحال يوسف زعواطي ومبارك البحسان. أسفرت النتائج النهائية الرسمية بالدائرة الانتخابية للسمارة عن فوز المرشح مولاي حودي الزبير عن حزب الأصالة والمعاصرة بأحد المقعدين المخصصين للإقليم، حيث حصل على مجموعه 8089 صوتا أي بنسبة 49% من الأصوات المعبر عنها. مولاي حودي الزبير من مواليد سمارة سنة 72 900 ألف، متزوج وأب لأربعة أبناء، يمثل الإقليم لأول مرة تحت قبة البرلمان. نشكر ساكنة سمارة اللي وضعت ثقتها فيا، وهذا نجاح أنا نعتبره مو نجاحيا، هذا نجاح سمارة ونجاح التغيير اللي بغاو أهل سمارة. ثانيا نهني هذو المترشحين الآخرين، نهني الأخت العالمي اللي نجحت من سمارة، ونهني الشيقر حمد اللي نجاحه، ونتمنى من الله يكونوا سند لنا باش ندافعوا عن سمارة وساكنتها في قبة البرلمان إن شاء الله. كما أسفرت النتائج النهائية عن فوز المرشح سيدي حمد الشيقر عن حزب الاستقلال بالمقعد الثاني عن دائرة سمارة، حيث حصل على مجموعه 4987 صوتا أي بنسبة 30.42% من الأصوات المعبر عنها. سيدي حمد الشيقر من والد سمارة سنة 58 900 ألف، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، ويمثل الإقليم للمرة الثالثة على التوالي. نشكر ساكن تقليم سمارة ونشكرها على الثقة اللي جدتها فيها، وهذا تضامن معايا منذ 2007 وهي تضامن معايا ونجد ديما في المرتبة الأولى. والآن قد كون نشكر ساكن تقليم السمارة بصفة عامة ونشكرها جزيل الشكر، ونتمنى عند مولانا نجوه ذاك اللي ظن فينا نقوله، وهذا حقيقي عن نحن هون مثل ساكنة المنطقة الجنوبية، وعن زرعت فينا ثقتها وعن حملتنا بأمانته وحملتنا مشاكلها، وهذا هو اللي ديما كما قال جلالة الملك عن نحن هم الممثلين الشرعيين للساكنة والوطن ككل. وقد مرت أجواء التصويت يوم أمس في ظروف جيدة جدا من حيث المستوى الكبير للتنافس الديمقراطي الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية للمملكة. شكرا. أما بمدينة بوجدور فقد فاز كل من عبد العزيز أبا عن حزب الاستقلال وعبد الله الدبدة عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعدين المخصصين لدائرة بوجدورة برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري. وتصدر عبد العزيز أبا نتائج هذه الانتخابات ببوجدورة بحصوله على 5034 صوتا، متبوعا بعبد الله الدبدة ب 4993 صوتا، في المتابعة بريغين العروسي ومحمد شهر. يمثل دائرة بوجدور مقعدان في مجلس النواب، فبعد الاقتراع والفرز والإحصاء اختارت صناديق التصويت عبد العزيز أبا وعبد الله الدبدة ممثلين عن إقليم بوجدور داخل قبة مجلس النواب. وكان حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية الذي يمثله سيدي إبراهيم خيا من بين أهم الأحزاب السياسية التي كانت لها حظوظ الفوز بهذا النزال الانتخابي. اقتراع الأمس حمل حضور حزب الاستقلال عن هذه الدائرة بفوز وكيل اللائحة عبد العزيز أبا بعدما حصل على 5034 صوتاً. عبد العزيز أبا المزداد سنة 49 900 ألف ببوجدور، والأب لستة أبناء وذو المستوى الثانوي، دخل النشاط الحزبي سنة 80 900 ألف ككاتب فرع حزب الاستقلال ببوجدور. وفي سنة 84 900 ألف حصل على مقعد في مجلس النواب عن نفس الحزب أي حزب الاستقلال. سنة 92 900 ألف أصبح أبا عبد العزيز رئيسا لمجلس جماعة بوجدور. وعن نفس الحزب بعد ذلك بسنة حصل على مقعد في مجلس النواب أي في سنة 93 900 ألف.
وفي سنة 97 900 وألف فاز بمقعد في مجلس النواب في الفترة النيابية 97-2002، وفي نفس الفترة ترأس مجلس جماعة بوجدور ليجدد نجاحه في مجلس النواب عن نفس الحزب في المرحلة النيابية الموالية أي في سنة 2002. بعد ذلك بسنة نجح كرئيس لمجلس جماعة بوجدور، وفي انتخابات 2007 فقد حافظ عبد العزيز أبا على مقعده النيابي، وتمت إعادة انتخابه كرئيس لمجلس جماعة بوجدور في الانتخابات الجماعية المتتالية عن نفس الحزب أي حزب الاستقلال. وجدير بالذكر أن عبد العزيز أبا هو عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال. وكان لي نصيب الحظ نفوز بهذه الدائرة ونفوز بالمرتبة الأولى، وهذا أعطاه للمواطنين الله يجازيهم بخير، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الثقة اللي زرعوا فيه بعد استراحتي سنة 2011، لأني جزت على البرلمان 5 حقبات 27 سنة وأنا في البرلمان، و5 مرات سير الشان المحلي كرئيس مجلس بلدي، واستارحت أو ما ساعدني الحظ سنة 2011، وعادوا لي السكان اليوم باش يجازوني ويعطوني المرتبة الأولى من بين 9 أحزاب اللي هم كانوا يتنافسوا على المقاعد. وبنفس الدائرة الانتخابية كما أسلفنا الذكر نجح عبد الله الدبدة عن حزب الأصالة والمعاصرة. عبد الله الدبدة المزداد سنة 56-900 ببوجدور، والمتزوج وله 6 أبناء ذو المستوى الثانوي. استهل مساره السياسي سنة 92-900 بعضوية مجلس جماعة الجريفية عن حزب الاتحاد الدستوري، وفي سنة 97-900 حصل عبد الله الدبدة على مقعد في مجلس النواب، وفي نفس الفترة نجح عن حزب الاتحاد الدستوري كعضو بجماعة بوجدور ليجدد نجاحه في مجلس النواب عن نفس الحزب في المرحلة النيابية الموالية أي في سنة 2002. أما في انتخابات 2007 فقد حافظ عبد الله الدبدة على مقعده النيابي، لكن هذه المرة بألوان الاتحاد الاشتراكي. انتقل بعد ذلك نحو حزب الأصالة والمعاصرة، وفاز بمقعد في مجلس النواب في الفترة النيابية 2011-2016، واليوم يفوز عبد الله الدبدة بمقعد نيابي عن نفس الحزب أي حزب الأصالة والمعاصرة بعدما حصل على 4993 صوتا من بين 17078 صوتا معبر عنها. أنا بالنسبة لي طلعت الولاية 5 على التوالي في إقليم بوجدور ذات بوجدور، وإحنا لهي نحاول إن شاء الله عن نفذ برنامج الحزب اللي توعدنا الساكنة به واللي ندافعوا عنه في خطبة البرلمان إن شاء الله، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن نعود عن تحسن ظن جلالة الملك الله ينصره ويعزه، وعن تحسن ظن الساكنة، وله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله أقصى الجهد في العمل النيابي داخل غبة البرلمان. يكاننا داخل توعدنا الساكنة به نلتزم في إطاره. دائرة بوجدور حافظ فيها حزب الأصالة والمعاصرة على مقعد له، فيما عوض مقعد حزب الحركة الشعبية بنفس الدائرة بحزب الاستقلال. وبجهة الداخل وادي الذهب فقد عاد المقعدان المخصصان لإقليم وادي الذهب برسم الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر على التوالي لكل من العدالة والتنمية والحركة الشعبية، بينما في دائرة أوسرد فقد فاز حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة. بكر ديمي ومحمد الدس. أفرزت النتائج التي أعلنت عنها لجنة الإحصاء بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب عن فوز كل من حزبي الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية بالمقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية لوادي الذهب، حيث فاز السيد محمد لمين ديدة عن حزب الحركة الشعبية
بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 6619 صوتا. محمد أمين ديدة المزداد سنة 1972 بمدينة الداخلة، متزوج وأب لأربعة أطفال. بعد مرور العملية الانتخابية في ظروف نزيهة وجو هادي، أتقدم إلى كافة ساكنة جهة الداخلة وادي ذهب بالشكر الجزيل على الثقة التي وضعوها في شخصي المتواضع لأكون ممثلا لهم مرافعا ومدافعا عن قضاياهم داخل قبة البرلمان. وبهذه المناسبة أعاهدهم وأعاهد الله أن لا أتوانى في بذل قصارى جهدي في السهر على شؤونهم والدفاع عن قضاياهم. كما فازت بالمرتبة الثانية عن حزب العدالة والتنمية بالمقعد المخصص للدائرة الانتخابية لوادي الذهب السيدة عزوها العراك ب 5979 صوتا. السيدة عزوها العراك المزدادة سنة 1979 متزوجة وأم للطفلين. هذه فرصة حتى نشكر ساكنة جهة واد الذهب القويرة على الثقة التي وضعتها بمرشحي حزب العدالة والتنمية بإقليمي بأوسرد وبوادي الذهب عموما وبإقليم واد الذهب خصوصا، وبالفضل ديال الثقة ديال الساكنة قد بوأتنا مقعدا برلمانيا عن دائرة إقليم واد الذهب، وهي فرصة حتى نشكر جميع المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية بإقليم واد الذهب وجميع المواطنين والمواطنات اللي توافدوا إلى مقر الحزب من أجل دعم الحملة الانتخابية التي كانت حملة انتخابية نظيفة وسابقة في سابقة من نوعها بالإقليم. وبإقليم أوسرد فاز كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية لأوسرد، فقد أفرزت النتائج المعلن عنها صباح السبت من طرف عمالة إقليم أوسرد عن فوز السيد عبد الفتاح المكي وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمرتبة الأولى بعد حصولها على 1997 صوتا. السيد عبد الفتاح المكي المزداد سنة 1972 بالعيون، متزوج وأب لثلاثة أطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا اليوم يوم تاريخي اللي مرت فيه الاستحقاقات بشكل عادي بشكل طبيعي، واللي فاز به حزب الاتحاد الاشتراكي بالمرتبة الأولى في إقليم أوسرد. ولا يفوتني إلا أن أشكر إقليم ساكنة إقليم أوسرد بثقتهم ووضع ثقتهم في وضع ثقتهم، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. كما فاز بالمرتبة الثانية وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة السيد محمد ببكر بالمقعد الثاني بعد حصوله على 1986 صوتا. السيد محمد ببكر المزداد سنة 1965 بالقويرة، متزوج وأب لأربعة أبناء. وهذه الحمد لله الديمقراطية في بلادنا، لأن الديمقراطية من تعود كتعطي فائزين من المجموعات اللي تترشح، وأنا بصفتي فزت بهذا المقعد اللي يمثل إقليم أوسرد ويمثل جهة الداخلة مع مجموعة من الإخوان اللي فازت حتى هي كذلك لتمثل بعض الأحزاب السياسية. نتمنى إن شاء الله جميعا باش نشتغلوا من أجل مصلحة هذه الجهة ومن أجل مصلحة سكانها، ونبلغوا أمورها اللي تتعلق بها في قبة البرلمان، وندافعوا عنها كمجموعين. إياك نحقوا الهدف اللي اختارتنا من أجل الناس وفضلتنا فيه عن بعض المترشحين الثانيين. العديد من الآمال يعقدها سكان جهة الداخلة وادي الذهب على هذه النخبة السياسية في أن تساهم في دعم التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي، وأن تكون صوتهم في البرلمان لطرح قضاياهم والدفاع عنها. أما بجهة إقليميم وادنون فنتوقف اللحظة مع نتائج أقاليم إقليميم الطنطان وأساساك في تقرير لزميل محمد نوار. حسب إذن النتائج التي أعلنت عنها ولاية جهة إقليميم وادنون، فقد تمكن وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد الحبيب نزوم على المرتبة الأولى بحوالي 13938 صوتا. محمد الحبيب نزوم هو من مواليد 1972، متزوج وأب للطفلين.
رئيس مجلس جهة غريميم سمارة في الفترة من 2012 إلى 2015، عضو نفس المجلس من الفترة 2009 إلى 2012، عضو حاليا بمجلس جهة غريميم وادنون ونائب سابق لرئيس بلدية غريميم. هو حاصل على دبلوم التجارة من المعهد الهولندي وعضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أولا أود أن أشكر ساكنة إقليم غريميم على هذه الثقة التي أولوني إياها، وعلى هذا التصويت والتشريف اللي شرفوني، وأنا كان أعتبره طبيعة الحال تكليف ماشي تشريف. ونتمنوا دائما نمشوا على النهج والدرب اللي خداه الاتحاد الشراكي على عاتقه، ونتمنوا كذلك الازدهار لإقليم غريميم والجهة غريميم واد نون. فيما حصلت وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار مبارك بوعيدة على 12331 صوتا. مبارك بوعيدة هي من مواليد مدينة غريميم، حاصلة على شهادة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة غرينتش لندن، حاصلة على شهادة ماستر في التواصل من جامعة تولوز، خريجة المدرسة العليا للتسيير بالدار البيضاء ووزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حاصلة على لقب قائدة عالمية شابة في مجال السياسة سنة 2012 في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وهي عضو مجلس جهة غريميم واد نون وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. أولا بمناسبة نتائج انتخابات تشريعية ل 7 أكتوبر، أود أن أشكر ساكنة إقليم غريميم على الثقة التي وضعتها فينا، والتي أعطتنا الحمد لله أصواتها وأعطتنا يعني أكثر شرعية التي سوف تمكننا من تمثيل الساكنة، ونتمنى أن نمثل أحسن تمثيل وأن نرافع عنها في البرلمان خلال الولاية المقبلة إن شاء الله، وخصوصا نتمنى أن نكون يعني عند حسن ظن الساكنة وأن نشتغل مع الساكنة من أجل تنمية إقليم غريميم. بالنسبة لإقليم الطنطان، فقد حصد حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة على المقعدين المخصصين لدائرة الإقليم، هذا وقد حصل مرشح حزب الاستقلال السالك بولون على 7869 صوتا. السالك بولون هو من مواليد مدينة الطنطان سنة 1968، متزوج وأب لثلاثة أبناء، رئيس بلدية الطنطان من 2010 إلى 2015، ورئيس المجلس الإقليمي لطنطان من 2015 إلى 2021، نائب برلماني لثلاثة ولايات متتالية عن إقليم الطنطان منذ 2002، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وعضو المجلس الوطني، وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال. نشكر ساكنة إقليم طنطان جماعات ومدينة على الثقة اللي وضعوها فينا، وهذه ما هي تشريف إنما هي تكليف لتمثيلهم داخل القبة البرلمان، وإحنا إن شاء الله غادي ندافعوا بشراسة على إقليم طنطان تحت قبة داخل القبة البرلمان. وكان نشكر جميع المناضلين ديال الحزب استقلال بمدينة طنطان. فيما حصل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عبد الله أبركة على 5286 صوتا. عبد الله أبركة هو من مواليد 1960، هو متزوج وأب لخمسة أبناء، نائب برلماني سابق عن إقليم سيدي إفني من الفترة من 2007 إلى 2011، نائب برلماني عن إقليم طنطان من 2011 إلى 2015، رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة غريميم سمارة. شكر موصول لساكنة إقليم طنطان على تجديد ثقة فينا، ثقة في حزب الأصالة والمعاصرة لتمثيلهم في قبة البرلمان، وللدفاع لهم الساكنة من مشاكل، فتح مشاكل في المركز في الرباط، من ماء، مشاكل المال، مشاكل الصحة، مشاكل التشغيل، مشاكل التحفيظ، والنهوض بالاستثمار لهذه المنطقة اللي غادي يرجع لها بالخير إن شاء الله.
أما حسب النتائج المقدمة من طرف عمالة إقليم سزاك، فقد تمكن وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة رشيد التامك من الفوز بأحد المقعدين المخصصين للدائرة ب 4911 صوتا. رشيد التامك هو من مواليد مدينة سزاك سنة 1980، متزوج وأب للطفلين، عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس المجلس الإقليمي لسزاك من الفترة من 2009 إلى 2015. رئيس المجلس الإقليمي الحالي لسزاك هو عضو المجلس البلدي لأسا ونائب برلماني عن إقليم أسا الزاك من 2011 إلى 2015، حاصل على الإجازة في القانون وماستر من مركز الدراسات والبحوث العربية تخصص علوم سياسية من جمهورية مصر العربية. أشكر يعني كل المواطنين والمواطنات اللي جدوا الثقة فينا، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. الحمد لله الأجواء تخطت يعني الجو اللي هو جو يعني فيه نوع من المنافسة الشريفة، وكذلك أجواء عادية الحمد لله اللي خلت هذه النتيجة وهذا الانطباع الكبير. هذا الحمد لله يعني كانت المشاركة في أحسن الأحوال، ونتمنى إن شاء الله في هذه خمس سنين نكون عند حسن ظن ساكنة آسا. هذا وقد تمكن أيضا وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حمدي ويسي من الفوز بأحد المقعدين المخصصين لدائرة الإقليم ب 3070 صوتا. حمدي ويسي هو من مواليد سنة 1944، متزوج وأب لثلاثة أبناء، نائب برلماني للولاية الرابعة بأس الزاك، رئيس جماعة أسا منذ العام 1983، وهو عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وهو كذلك مؤسس وعضو نشيط لمجموعة من الهيئات المدنية والرياضية والخيرية بالإقليم. أنا في هذا المنبر نشكر جميع الناس اللي داروا فينا الثقة لمرة ثانية على التوالي، سواء اللي صوت علينا ولا اللي ما صوت علينا، وحنا تنوعدهم بأن ما غادي نخدموا البلاد على حسب الاستطاعة ديالنا وعلى حسب المجهودات ديالنا، لا أنا ولا الزميل اللي معايا، ولهذا تنشكرهم مرة ثانية. هكذا إذن تكون النتيجة النهائية لأقاليم إقليميم وطنطان وأسا الزاك بحصول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثلاثة مقاعد، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة على مقعدين، ثم حزب العدالة والتنمية على مقعد واحد، وحزب الاستقلال على مقعد واحد، والتجمع الوطني الأحرار على مقعد واحد. بينما أفاز كل من محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، فاز بالمقعدين المخصصين للدائرة المحلية لإقليم سيدي إفني برسم الانتخابات التشريعية للسابع أكتوبر، وذلك حسب النتائج التي أعلنت عنها عمالة الإقليم. ورقة تعريفية للفائزين على مستوى إقليم سيدي إفني في ريبورتاج عياد السرتي وبجمع الزاوي. النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب على مستوى إقليم سيدي إفني أفرزت فوز المرشح المنتخب محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدد أصوات بلغت 11703 من مجموع الأصوات المعبر عنها. محمد بلفقيه يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الجماعي لقلميم، تقلد منصب نائب برلماني عن دائرة إقليم سيدي إفني ورئيسا سابقا للمجلس الإقليمي لقلميم. كنشكر ساكنة إقليم سيدي إفني على الثقة اللي وضعوا فينا، وكنتمناو نكونوا في المستوى المطلوب، ندفعوا على قضايا الإقليم على مستوى المركزي، خصوصا أن إقليم فتي، إقليم لازال كتخصو واحد العدد ديال الاستثمارات، وخصوصا الجماعات يعانون من قلة تأهيل المراكز ديالها. وعن نفس الدائرة فاز المرشح المنتخب عمر بوهريس عن حزب العدالة والتنمية ممثلا لإقليم سيدي إفني بعدد أصوات بلغت 6148 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها. عمر بوهريس الإطار بالإدارة التربوية المدرسية شغل منصب كاتب إقليمي سابق لحزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الوطني للحزب، وهو عضو بمجلس جهة قلميم ودنون. يعني كنغتنم هذه الفرصة هذه لأتوجه بالشكر الجزيل والتحية والتقدير لساكنة إقليم سيدي إفني والنعم الناخبين اللي وضعوا فيها الثقة واختاروني يعني نائبا عنهم في الدفاع عن قضايا الإقليم ومصالح المواطنين ب
بالبرلمان وكذلك لدى الإدارة عموما. هذه المناسبة هذه بالنسبة لي مناسبة يعني تجدد فيها الإحساس بالمسؤولية والثقة. جدير بالذكر أن 13 لائحة حزبية تضم في المجموع 26 مترشحا تنافست خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، بلغت خلاله نسبة المشاركة 51.4. بالنسبة للحالة العائلية للمرشح المنتخب محمد بالفقيه عن دائرة سيدي إفني، هو متزوج وأب لطفل كما أنه رجل أعمال. وبالنسبة للحالة العائلية للمرشح المنتخب عمر بوهري عن نفس الإقليم، فهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. والآن نربط الاتصال المباشر بمدير مكتبنا بمدينة إقليميم الزميل حافظ محدار. حافظ محدار، مساء الخير. مساء الخير زميل السالك. الحافظ محدار، أكيد أنه لديك الجديد حول السير العملية الانتخابية وعن النتائج وكل التفاصيل. حافظ محدار، إليك. إذن زميل السالك الجديد، فقط أصدر الستار هنا بجهة تقليمي مودون على الانتخابات التشريعية اليوم أمس على غرار باقي جهات المملكة، الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011 والتي شكلت محطة لاختيار نواب لهذه الأقاليم للدفاع وللترافع عن قضايا وانشغالات هذه الربوع داخل قبة البرلمان. عموما ردود فعل متباينة عقب الإعلان عن النتائج على مستوى عاصمة جهة تقليم مودنون كما هو الشأن بالنسبة لكامل ربوع هذه الجهة. وللحديث والاستطلاع جانب من هذه ردود الفعل، يحضر معي هنا بالاستوديو السيد مختار الزبيلة وهو فاعل سياسي بالمنطقة. مرحبا بك. إذن كمتتبع يعني وفاعل سياسي بالمنطقة، كيف قرأتم ما رشح من نتائج وما تم الإعلان عنه من نتائج بخصوص هذا الإقليم؟ مساء الخير ومساء الخير المشاهدين الكرام، مرة ثانية أشكركم على الاستقبال وعلى حسن الاستقبال. مرت الانتخابات من طبيعة الحال وهي انتخابات شرعية ثانية تأتي بعد دستور 2011، وهو دستور جاء بناء على مجموعة من الرهانات السياسية ورهانات ديمقراطية وضعها المغرب على أساس الوصول إلى مراحل مستقبلية ومراحل من التدبير السياسي ومن التدبير اليومي لحياة المواطنين، وهي مرحلة أيضا دقيقة لأنها تتميز أيضا بمجموعة من الرهانات الأساسية والرهانات كيف قلنا الديمقراطية الأساسية سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني. وأكيد أن جهة إقليميم لا يمكن أن تخرج عن ما يجري حاليا داخل المملكة المغربية بصفة عامة، فهي كباقي الجهات، ولكن هذا لا يعني لأنه لا تتمتع بخصوصيات خاصة خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية دائما جهة إقليميم ودنون تتمتع بميزة خاصة. الميزة الخاصة أولا أنها تتميز بنسبة الارتفاع ديال التصويت بالمقارنة مع الجهات أخرين، كأمثلة نسبة مشاركة وصلت 61% أو 66% 66% في آسا، 51% في سيدي إفني، ثم 44 في سيدي إفني و 44 في طنطان و 43 في إقليميم، وهي نسبة جد جد مهمة بالمقارنة مع النسب التي تم الإعلان عنها بجهات أخرى. ثم الميزة الثانية وهي الميزة التي دائما ما تكون ضرورية في النتائج الانتخابية، وهي عملية توافقية إن صح القول. أولا تراعي خصوصيات المنطقة، ثم أنها تراعي ضرورة التوافق داخل المنطقة وداخل الجهة بصفة عامة وخاصة إقليم إقليميم، ثم إنها ضرورة أصبحت سياسية أكثر مما هي ضرورة يعني قبلية أو إثنية أو غير ذلك، لأنها تعطي مستوى راقي في التعامل الديمقراطي داخل إقليميم، تعطي مستوى أيضا راقي في التعامل على مستوى ديال الجهة ديال إقليميم ودنون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي فترة دقيقة بمعنى أنه المنتخبين أو المرشحين الآن أمام رهانات يبني عليها المغرب تصور مستقبلي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، مرهون بضرورة العمل الجاد، مرهون بضرورة الحضور، مرهون بضرورة يعني الاقتراب بشكل أو بآخر من الساكنة، مرهون بمجموعة من المعطيات التي تميز المنطقة
وهي في أماس الحاجة إلى هؤلاء المرشحين في هذه الفترة الراهنة. أولا لتكريس الرهان الديمقراطي المغربي، هذا واحد. ثانيا للدفع بالعمل الحزبي في هذه المنطقة، وهو ضروري وآن أصبح ضرورة ملحة. ثالثا وهي للاطلاع على الأحوال ديال الساكنة واللي تعتبر ضرورة أولية. نعم، بالعودة للملاحظات المتعلقة بهذا المحطة التشريعية على مستوى الإقليم، يعني المنافسة الشرسة اللي بيز هذه المحطة هذه، يعني تنافس ما تحسب إلا بتفاصيل دقيقة. صراع ميز المرحلة الانتخابية، والصراع الانتخابي معروف في الجهة ديال الإقليمي مظنون أنه لا يحسم إلا في آخر لحظات، ثم أنه صراع يميزه أولا تجاذب سياسي تعرفه المستويات المجتمع أو المجتمع بصفة عامة داخل الجهة ديال الإقليمي موادنون، وبالخصوص الإقليميم التي تعطينا تفسيرا دائما واضحا لمثل هذا التجاذب السياسي داخل المجتمع، ثم أنه يعطي أو يفرز بعض الظواهر الأخرى الجانبية التي يمكن أن نأتي عليها في المستقبل لتحليلها. ولكن الأهم الأساس، الظاهرة الأساسية الآن، هو فيما يتعلق خصوصا بحزب العدالة والتنمية، وهو حزب الذي حصل على مقاعد في أقاليم معينة وكان قريبا من الحصول على مقاعد في مناطق أخرى. هذا من طبيعة الحال أمام ظاهرة اللي هي معروفة داخل الجهة ديال الإقليميم، وهي ليست بمنأى عن الصحراء كاملة، وهي ظاهرة الأعيان، بمعنى أنه سنخرج من قراءة الانتخابات، من تفسير الانتخابات، من التفسير القديم اللي هو كان تفسير كلاسيكي اللي كيعطينا بعض الإشارات اللي هي دقيقة، ولكن الآن يجب قراءته قراءة أخرى. طيب، هذا من جهة. المسألة الثانية، هذا التحول قد يؤسس إلى قطيعة مع المراحل السابقة، بمعنى أنه قد يؤسس إلى المس ديال النخبة، ثم إلى طرح سؤال في النخبة داخل النخبة وما يجري حول النخبة، من أجل الوصول إلى تصور سياسي مستقبلي على مدى الفترة المقبلة. المسألة الثالثة أو الملاحظة، المنطقة تعرف منطقة قبلية، هذا من مكونات الاجتماعيه ديال الجهه، وهذا معروف وعادي. فهاد الاطار ما كتشوفوش من هاد الاستحقاقات حافظت يعني التوازنات التقليديه داخل المنطقه؟ من طبيعه الحال، لانه كيف قلنا في البدايه، ما يميز المنطقه هو التوازنات. ضروري من الانتخابات انها توصل الى شكل او باخر الى ضروره الحفاظ على هذه التوازنات، لانه عمليه الاستمرار هذا واحد، ثم انه عمليه البناء هذا جوج، ثم أنه عملية التفكير والتصور المشترك، لأنه مصير مشترك، بمعنى أنه يجب أن تكون هذه النقاط، هذا التفكير حاضر لدى الجميع من أجل بناء مستقبل للجهة، ومن أجل تحريك دواليب الاقتصادية والاجتماعية ديال الجهة، وأيضا من أجل التصور يكون تصور مجتمعي متكامل للجهة، خصوصا جهة إقليمي وادنون. نعم، الرهان على كفاءات يعني ونخب يعني ذات كفاءة وذات وزن قوي على المستوى الوطني في الاستحقاقات، أكيد رهان الناخب على من سيترافع يعني ومن سيمثله أحسن تمثيل داخل قبة البرلمان من خلال الأسماء التي نالت هذه لأول مرة عبر تاريخ الاستحقاقات داخل الجهة ديال الإقليميم، وخصوصا كيف قلنا إقليم إقليميم، ظهور نخبة متنورة واعية، وجود نخبة. ويكفيك أنه الآن الانتخابات التشريعية الجميع يعرف من الذي تسارع حولها وعليها، وبمعنى الحضور ديال أسماء وازنة، كاتبة الدولة في الخارجية سابقا، جميعي سابقا، مجموعة من الأساسيات تفترض الوجود ديالها داخل الانتخابات. نعم، هي كبيرة. نعم، رئيس مجلس الجهاز، والمرئيس مجلس الجهاز اللي هو سيد عبد الرحيم، وهذه مسؤولية. نعم، يجسم المقعد الثاني على مستوى البرلمان رئيس مجلس الجهه سابقا. نعم، هي الاستاذ نازم حتى هو، ولكن هذا راه لا يعطي ولا يضع عليهم الا مسؤوليه ثقيله وثقيله جدا. نعم، الجهه هي في حاجه الى مثل هذه النخبه، ما كاين حتى مشكل، مرحبا، هذه نخبه اساسيه وضروريه، ولكن يجب ان لا تبتعد عن الساكنه الان تراهن على وجه هذه النخبه، تراهن على قيمه هذه النخبه، تراهن على وزنها على المستوى الوطني ثم المستوى الجهوي.
بمعنى أنه هذه المسؤولية ستكون على عاتقهم جد جد ثقيلة، فإما أن يؤدوها على وجه أتم وكامل، وإما أنه المرحلة المقبلة ستعرف تعاملا آخر، بمعنى أنه على هؤلاء أن يتعاملوا مع السكنة، أن يفكروا مليا وجيدا للترافع عن الجهة بأية طريقة وبأية وسيلة للخروج منها، لأنه الآن الجهة في حاجة للأبناء ديالها، البلاد كلها في حاجة للأبناء ديالها، والجهة ديال قريم مودنون في حاجة للأبناء ديالها، ما نميزوش بين هذا وهذا، ولكن الضرورة تفرض على أنه التعامل يجب أن يكون مع أبناء الجهة كاملة كيفما كان نوعه. ولكن هؤلاء الذين يمثلون نخبة متنورة على حاتقهم مسؤولية كبيرة وجد كبيرة في الترافع عن الجهة وفي الارتقاء بالجهة. نعم، خاصة إن شاء الله، خاصة وأن الساكنة الجهة كانت يعني في الموعد يعني أرقام عالية يعني على مستوى المشاركة، يعني الجهة يعني اعتادت أن تقدم أرقام قياسية على مستوى نسب المشاركة على الصعيد الوطني، أسزاق يعني سيدي فني طنطان وقليميم، هذا مؤشر يعني حول الاختيار أشخاص يعني قادرين على تحقيق الانتظارات الأساسية لهذه الأقاليم هذه. وهذا هو اللي كيزيد التقل، هو أنه لما كتلقى أقاليم ولما كتلقى جهة عندها أرقام ديال المشاركة مرتفعة، بمعنى أنه لا يمثل إلا رغبة المواطن في مرشحي بأن يكون قريبا وأن يخدمه. نعم، هذه مسؤولية كبيرة، والجهة معروفة على مستوى الانتخابات السابقة دائما في الأرقام التي تكون دائما مرتفعة في المشاركة. نعم، صدرت يعني باقي دائما تكون مرتفعة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. طيب، ولكن هذه المشاركة تمثل في الجانب الآخر عبئا ثقيلا، بمعنى أنه هؤلاء الساكنة، هؤلاء الناخبين يبحثون عن الشخص الذي يضعون فيه ثقته ويحملونه المسؤولية، وإذا لم يكن أهل المسؤولية فكنقول لك على أنه راه المواطن ما كينساش، والسكان ديال هذه الجهة معروفين بهذه القضية، راه المحاسبة كتجي في وقتها ويتحاسبوا معك. إذن اللهم البرامج السياسية التي وضعت وإن كانت في شكلها عبارة عن إجراءات، ولكن يلولها بتلاوين سياسية للتقرب من المواطنين ومن أجل العمل على النهوض بهذه المنطقة، لأنه في أمس الحاجة إليه. نعم، على المستوى الاجتماعي أرقام بطالة راه مهولة بالجهة، على المستوى الاقتصادي تحريك عجلة الاقتصاد مسألة ضرورية وأساسية، ثم على المستوى السياسي تعرفون أن المغرب الآن وفي رهانات سياسية كبيرة داخلية وخارجية، والآن هذه النخبة هل يمكن أن تكون بمنأى عن هذه الرهانات وهي تمثل سياسيا النخبة، تمثل الساكنة؟ من طبيعة الحال يجب أن تكون داخل هذه الرهانات، يجب أن تكون إلى جانب هذه الرهانات، وخصوصا أننا عندما نتحدث عن دستور 2011 دائما نرتبط برهاناتنا الداخلية وبرهاناتنا الخارجية. نعم، وهذا يجب أن يكون من أقرب الأفكار. طيب، أقرب الأشياء لدى المنتخبين. نعم، طيب، يعني والأكثر من هذا يعني هذا الحضور القوي يعني ومثل معتادة بالنسبة لهذا الساكنة ديال الجهة اللي كانت دائما متفاعلة وحاضرة بشكل قوي في كل المحطات الوطنية، وهذا الشيء ماشي غريب على هذا الجهة ديال قلميم ودنون. شكرا لك سي المختار زبيل على هذا الحضور إلى هنا إلى مقر القناة، استوديو القناة بعاصمة جهة قلميم ودنون. شكرا لك على هذا المعطيات وهذا التوضيحات وهذه المشاركة هذه. شكرا جزيلا. عودة إلى قسم الأخبار. شكر لك الزميل حافظ محتار، وشكر كذلك لضيفك الكريم، والشكر كذلك موصول لزملاء التقنيين المشرفين على إخراج هذه النافذة من مدينة قليميم. شكرا جزيلا لكم. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد الحيسوني عن سن تناهز 71 سنة. المرحوم ينتمي لقبيلة إيتوسا إمغلاية، تقمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن تكون هناك أجواء دافئة على العموم. بالنسبة لدرجات الحرارة بالعاصمة الرباط 24 درجة.
37 بأسا 36 بالزاق 31 بقليميم 28 بالطنطان 35 بالسمارة 35 كذلك ببكراع 31 بالعون و 27 بمشتور. ستة وثلاثين بقيت الزمور، 37 بعمدريقة، 40 بعوسرد، 29 بالقوير. بالنسبة لحالة البحر ستلاحظ هناك سحب مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، وعلو الموج يتراوح ما بين المتر والنصف إلى المترين. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة 7:51 دقيقة، أما غروبها فعلى الساعة 7:25 دقيقة. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا: 39 بكل من تودني زويرات والرابوني، 36 بتندوف، 30 ببامكو، 42 بكل من وغشوط وكيهيدي ونواذيبو، و 41 بأطارة. إلى التذكير بالعناوين. تابعنا نتائج الانتخابات التشريعية تكرس تموقع حزب العدالة والتنمية كقوة أولى في المشهد السياسي الوطني. وتابعنا وزير الداخلية ووزير المنتدب لدى وزير الداخلية يقدمان الحصيلة شبه نهائية للانتخابات. والسباق الانتخابي يحسم بالأقاليم الجنوبية وسط أجواء يسودها الالتزام والتعبئة والاحتكام لصناديق الاقتراع. ختاماً يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt1ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخلة الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع عادة لهذه النشرة على قناة المغربية. نشرتنا انتهت، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
الماء، هذه المادة السحرية التي بدونها لاستحالت الحياة على هذا الكوكب، فقد شكلت المياه في مسيرة الإنسانية عاملا مهما في ظهور الحضارات وتقدمها، لما تشكله من حالة الاستقطاب للأفراد وللجماعات، مهدت لإقامة المجتمع وإرساء أسسه وإيجاد اللبنة الأولى لقيامه من خلال إقامة التجمعات السكنية بالقرب من الموارد المائية الطبيعية. لم تتوقف حاجة الإنسان للمياه عند حدود الاستخدام الشخصي بما يمثله من حجر الزاوية مع الهواء في بقاء الحياة.